متى وقت إخراج زكاة الفطر؟ يصح يجوز أن نقدم زكاة الفطر على يوم العيد بيوم أو يومين فقط، هذا وقت جواز، مفهوم؟ نعم. وأفضل وقت أن تخرج ما بين صلاة الفجر، فجر يوم العيد، وصلاة العيد، ووقت محرم وهو بعد صلاة العيد. الشيخ وضع الزكاة وقال إن شاء الله أصلي الفجر وأخرج الزكاة، قدر الله عليه ونام، استيقظ الساعة 10، صلاة الفجر وصلاة العيد وزكاة الفطر، ماذا يصنع؟ من نام عن صلاة أو نسيها الآن هذا معذور، يخرجها ولا إشكال، مفهوم؟ على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب،